ودابا احنا اولا شهر الصيام هو شهر العمل وشهر الانتاج. احنا الايام مقلوبه عندنا، كنصوموا باش نصبحوا ناعسين، كنصوموا باش نتعطلوا باش نتغيبوا على العمل، باش نقول اودي انا الصيام هلكني، انا دار لي انا هذا. هذه كلها اسباب اللي هو كيتنرفا غير اما مدمن على اشياء غير حميده، غير اما قليل النوم ثلاث الليل، وهما يعني انسان اللي كان ما كينعشي بزاف، ما كينعشي الساعات ديالو، يعني ضروري على انه في واحد الربع ايام ولا خمس ايام ديال رمضان غادي يصبح انه نقص نعاس، انه كثير القلق، وما قادرش انه حتى يدي الواجبات الاسريه ديالو. يجي عنده ولادو بغينا شي حاجه يتقلق عليهم، المراه تبغي شي حاجه، ولا الاب الزوج يبغي شي حاجه، واحد فيهم كيتقلق، وحنا غير على سبه لاننا ما خديناش القسط الكافي من الراحه، وظننا على انه الصيام هو انني نخلط المغرب مع الفجر قبل نعس. لا، نتعشى ونصوم وناخذ الفطور ديالي ونمشي ناخذ القسط ديال الراحه ديالي، ومن بعد السحور نمشي ناخذ القسط ديالي ديال الراحه ونعس عاوتاني كذلك باش نزاول اليوم ديالي ديال العمل. ملي كنجيو للادارات كنسولو عليهم، كيقول لك اودي راه ما جاش باقي ما تعطل على العمل، على ان مع العلم على انه في الشهر ديال رمضان هي فاش كانت الغزوات، وهي فاش كانت الفتوحات، وهي فاش كان الانتاج، وهي هذا. لهذا الصيام ماشي سبب باش يكون الركود الاقتصادي وتخلى على العمل الاجتماعي والعمل ديالي انايا. بالعكس، على ان في الصيام هو باش خصني نكون رشيق، نكون قليل الاكل كثير النوم، متزن في حياة اليوميه كلها.